عبثاً يحاول هذا الصغير العثور على شقيقه يوسف بعد 8 أيام من الغياب، ولا يعي أن شقيقه غيب إلى الأبد تحت التراب وتحت عجلات مركبة غير قانونية وسائق منحه الناس بجدارة لقب قاتل. مستحيل يقطع، هو أنا بحكي لك لسنتين ساكنة هون، بهاب يقطع. حتى يوم ما كان ناس يجي يقطع الشارع من ولاد بنات حماية الصغار بيجي يقول لي هذا قطع الشهر، يعني بيعرف يعني خلص. حتى أخو الصغير لما بيجي أخو الصغير يلف بيجي هو بيجره، يعني هو بيعرف وين نقطة الخطر. يوسف النمورة لو كتب له القدر البقاء لأكمل في الشتاء القادم عامه الخامس، وكذلك الطفلة حلا أبو عرام لو بقيت لأصبح لها العديد من زميلات الدراسة، لكن انتشار المركبات غير القانونية المهربة من إسرائيل جعل الحياة مستحيلة بالنسبة لهؤلاء الأطفال. لو أنا قاضي وبدي أردع السائقين والمواطنين الذين يسيرون بسيارات غير قانونية لا يقل عن 7 سنوات، لأنه قتل روح. طالع عميان بصر ما حطت رجله شافة عن مسار الثاني مش مسار تبعه، خلف المسار تبعه، فكان هذيك الساعة بده يهرب، كان صاحب الدكان شاف الحادث طلع وقال لي وين رايح. المركبات غير القانونية المتعارف عليها بسيارات الشطب أو المسروق تستخدم بكثرة في بلدات وقرى وأرياف محافظة الخليل، فباتت وسيلة لنقل المواطنين. أنا معي سيارة شطب يعني، بس شو لحوجنا على سيارة الشطب؟ كل الشباب الأكثر بسوق الشطب ممنوع يدخلوا إسرائيل، عليهم اثنيات. بطلب من الحكومة تبعتنا برضو تلاقي فرص عمل لهذا الشباب، يعني قبل إزالة الشطب توجد فرص عمل لهذا الناس. مدينة يطا تعتبر التجمع الثالث من حيث الكثافة السكانية في فلسطين، تعاني الأمرين من انتشار المركبات غير القانونية التي دائما تخلق أزمة مرورية وتستخدم من قبل شباب قُصّر، وأحدثت مشاكل اجتماعية متشعبة. تلك المدينة لا تتوفر فيها شرطة مرور حسب رئيس البلدية. يكون في عنا شرطة مرور اللي احنا بنفتقر تماما في مدينة يطا لشرطة المرور. هلا في غياب شرطة المرور، في غياب انتشار هذه الظاهرة، هذا انا بعتبره هو ضوء اخضر من هذا الضوء اخضر او تشجيع لمثل هذه الظاهرة اللي قاعدة تتنامى بشكل غير قانوني بشكل متزايد. 45,000 مركبة قانونية يقابلها نصف الرقم تقريبا من المركبات غير القانونية، تخضع لمسؤولية 60 فردا من شرطة المرور يعملون بكافة أرجاء المحافظة. نسبة حوادث يعني من بين الحوادث من 4.5% إلى 5%، يعني بتقدر تقول 5% نسبة تسبب واشتراك هذه المركبات في الحوادث، إما تكون هي متسبب مباشر في الحادث أو تكون مشتركة في الحادث. مركبة غير قانونية، سائق لا يملك رخصة قيادة، قاصر يقود مركبة، معادلة الموت السريع للأطفال. من محافظة الخليل، حمزة الحطاب لوكالة وفاة.